ناخذ الميكرو باش نانونسيه باش لعل وعسى نلقاو مولانا. عطاني الميكرو باش نانونس. هاك اخويا التليفون. انا جيت عندهم ناخذ الميكرو باش نانونسيه باش لعل وعسى نلقاو مولانا. عطاني الميكرو باش نانونسيه للدي جي. هاك اخويا التليفون. وهداك طاح انا سلبت المهم بعدا راه لقينا واحد اخويا العزيز الدراري جابوه لي حكوا ليا المهم بعدا ها لي كرو مهرز عادي داكشي ماشي مشكل غتبقى ان شاء الله. حاليا بمدينة نيس، مدينة صعبة أقصى جنوب فرنسا، جنوب غرب، قريبة على حدود إيطاليا. وهذه المدينة ما حصل فيها لعبة من لعبات العراق، اللعبة الأخيرة هي المرض يوم 30، فجيت لها اليوم ونكتشف شنو هي. شنو انطباعكم الأولي؟ انطباعك الأولي عن المدينة؟ حبوه كله. الوان زاهية و مدينة نيس مدينة تعتبر من المدن الرئيسية في فرنسا، صار على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين جنوة ومارسيليا. طبعا عدد سكانها تقريبا 993,000 بالسبعينات، عفوا بالتسعينات، حاليا مليون وشوية. صار علينا بواحد من الأماكن الرئيسية القريبة على السنتر. اسم المكان جان ميديسان، افينيو جان ميديسان. طبعا بابليك ترانسبورتيشن كل زين، هذا الترام واكو باصات وقطارات واكو مطار دولي هم بالمدينه. مدينه كلش سياحيه. هذا الساحل الرئيسي بمدينة نيس يمتد على طول المدينة. طول هذا الجزء، هذا الجزء الصفحة، وطبعا المطار من ذيك الجهة.
Mais le son de ma voix s'étouffe dans la rue d'un autre. Et j'ai pris de tout l'ordre de fleurs de rage. Et d'un fleur. D'autres, elle est pas la fleur.